السلام عليكم شباب. اليوم ندرس الرسم البياني، بس تحديد النقاط يعني بصورة عامة. أخاف تجيبنيها بالامتحان، حتى واحد يعرف شلون يحدد النقاط. طبعا أستبعد تجيبها بالامتحان بس للضرورة، لأن هي قاعدة تخرق كل شيء. تمام، فاليوم بس يعني بصورة عامة على كل التجارب، هذا الرسم البياني يعني تحديد النقاط يشمل كل التجارب. تمام، فناخذ مثلا أي نقاط، مثلا ايش عندنا النقاط؟ عندنا محور واي ومحور اكس، ما حددت ايش عندنا بيها تجربه. اذا مثلا اوم حتكون في بالتيار الاي، اذا بغير تجربه هوك تجربه البندول اي وحده، فكل وحده وتجاربها يعني، او كل وحده ورموزها. هنا أنا بشكل عام الواي على الاكس. تمام، فناخذ مثلا الواي اي نقاط، مثلا الواي خلينا ناخذ نقاط، نعم مثلا ناخذ او بوينت او واحد، 2 3 4 5، ناخذ نقاط سهلة. والنقاط الاكس مثلا او بوينت واحد، او بوينت اثنين، او بوينت ثلاثة، او بوينت اربعة، او بوينت خمسة. هذه النقاط بصورة عامة على مدى بعد يعني مرة ثانية حسوين اصعب شوية، بس حتى نتعلم. نجي نحددهن. قلنا النقاط اذا متساويات يعني من يزدادن تساوي، شلون يعني؟ مثلا عندنا التزايد مالتن 1 2 3 4 5، يعني تسلسل صاير التزايد مالتن، مو مثلا 1 3 4 7 هيج، لا جاية التسلسل 1. تمام، فمن نجي نحدد هنا نحدد التسلسل على المربعات، يعني ما ناخذ مثلا مربع وهنا مثلا نص مربع، لا نجي نحط على النقاط. يعني هناخذ مربع واحد، تمام هذا يصير واحد. هنا نبدأ من الأصغر للأكبر، 2 3 4 5، يعني ما كل يعني كل مربع صغير خلينا نقطة واحدة، لأن التزايد مالتين متساوي. شوية بعد حاخذ يعني لا يختلف، على مود تصير يعني تصير فكرتين واضحة. تمام، هسه هنا عندنا بالإكس همات النقاط متساوية، ليش؟ مثلا عندنا 0.1 أو 0.2 هم التزايد متساوي، ما في اختلاف. تمام، فهم نجي نحدده، هنحدده يعني تسلسل كذلك على النقاط. هنا ناخذ تصير 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5. تمام، هاي تحديد النقاط بالبداية. هسه نجي نحدد يعني نوصل النقاط كل نقطة بنقطة. عندنا هذه النقطة الأولى، هاي النقطة الثانية، الثالثة، والرابعة، والخامسة. طبعا جت كلهن على 3 لأن النقاط متساوية من الجهتين، بس نوصلهن يعني. تمام، ونجي ننزل السلوب من اي نقطه نريده، مثلا من هذه النقطه لهذه النقطه، من هذه النقطه لهذه النقطه، اي نقطتين، فراح اختار هذاني. صارت من النقطه الاربعه والاثنين، والنقطه منها 0.4 واثنين. تمام، فنكتبها احسن. عندنا بالواي 4، وبال يعني بالاكس 0.4. تمام، هنا عدنا 2 و 0.2. هسه نجي ننزل السلوب، قانون السلوب سهل. هنا أنا طبعا السلوب القانون مالته يعني بشكل عام هو محور الواي على محور الاكس. تمام، يعني يساوي لنا واي على اكس، هذا اللي يعني بشكل عام هو. مثلا هنا أنا تي وهنا أنا الال، تكون تي على ال هيج، شكو يعني هو السلوب يساوي لنا واي على اكس. هسه نجي شو يساوي لنا؟ عندنا الواي ايش قلنا؟ قلنا الأربعة والاثنين. تمام، فهاي 4 ناقصا 2، وهنا ال 0.4 ناقصا 0.2، فايش هاي يساوي لنا؟ 2 على 0.2 ويساوي لنا 1. تمام، هنا الوحدة مالتها حسب اللي عندنا، يعني حسب القوانين اللي عندنا. مثلا إذا كانت أوم حيصير أوم السلوب. تمام، حسب التجربة اللي عندنا حيكون الوحدة مال الأوم، بس هنا طلعت الوحدة مال سلوب. بعدين نجي نكمل حسب يعني التجربة اللي عندنا. تمام، هسه هذا خلص الرسم الأول مال البياني. فهسه راح أنطي يعني طريقة ثانية، اللي يعني هسه هاي بالطريقة الأولى تكون سهلة، بس راح أعطي طريقة ثانية يعني شوية أصعب.
هما تين هنا الواي على اكس. النقاط راح ناخذنا شوية اصعب. تمام، ايش عندنا النقاط؟ مثلا عندنا الواي، خلينا نحدد هذه النقاط. عندنا خلينا نكتب هنا واي واكس. الواي عندنا مثلا او بوينت 1 او بوينت 2 او بوينت 3 بوينت 4 او بوينت 5 او بوينت 6 او بوينت 7. الاكس حاخذني اصعب يعني مطشرات، مثلا عندنا او بوينت 5 او بوينت 8 1 بوينت 15 وبعد عندنا او بوينت 2 او بوينت 2 24 او بوينت 3. هذه النقاط 7 نقاط بسبعة. تمام، هسه نجي نحدد محور الواي. هم راح ناخذ مربع واحد يعني نفس هاي. فمحور الواي عندنا التسلسل مال التزايد مالتن يعني مساوي. تمام، هنا يعني اذا تشوفون البوينتات هنا يعني بالمية، مثل 1% هنا لا 5 بالألف، فكلش هواي يعني راح يعني كلش صعب التحديد مالتها. هنا اللي يريد يحددها طبعا على هذا الطريقة تكون صعبة كلش. فهو الدكتور اللي ذكرت يعني الطريقة الثانية افضل انه نضربها. اذا تجي هيك ارقام صعبة لا، مثلا هنا 0.1 0.2 0.3 لا قبل مباشرة طبقتها، لان مو صعبة التحديد مالتها يكون مساوي مو صعب. بس لا، من تعبر العشرات مثلا يعني تكون بالمية 5% 6%، ومن تكون 15 بالألف 20 بالألف صعبة تحديد مالتها. تمام، فهنا لا يعني نضربها في يعني الأخرى الأسس مالتها أو نخر البوينتات مالتها حسب المراتب اللي عندنا. تمام، حتى تصير مساوي، بتصير بس أرقام، تصير سهل التحديد مالتها. فهسه هنا عندنا المراتب مئات مساوية. تمام، فنغيرها يعني نخليها مثلا هنا نضربها في 10 أس 2 أس سالب 2، حتروح هاي المراتب كلها، تبقى بس الأرقام. تمام، فهسه هنا راح نحددها. عندنا مساويات قلنا أرقام من 1 للـ7 تسلسل، فنسوي تسلسل 1 2 3 4 5 6 7. هنا نضربها في 10 أس سالب 2 حتى البوينتات تروح. هسه نجي كذلك نحدد هنا. هنا النقاط شنو مساوية؟ يعني عندنا 5 8 يعني 10 هنا تعتبر 15 20 24 30، ما مساويات التزايد مالتهم. تمام، فهنا احنا ايش راح نسوي؟ حنرتبه تسلسل وبعدين نجي نحدد النقاط. يعني شلون؟ مثلا ايش قد دا يزيدين؟ هسه 5 10 15 20 نجي نحدد. تمام، هذه 5 10 15 20 25 30. تمام، هاي نقاط نسوي تسلسل احنا على مود تجي يعني الارقام اللي ما جاي تسلسل تتحدد بالنص بهاي المربعات الصغار. تمام، بس نجي اول نقطه طبعا نضربها في 10 أس 3 سالب 3 حتى تتساوي المراتب. تمام، طبعا هنا هاي الصفر ما كاتبه، هنا صفر ما كاتبه، هنا ما يحتاج لان الصفر بعد بعد البوينت ما ينحسب وحده. تمام، فيعني عادي يلغي، فخاف عبالكم انه هاي بالمية لا بالالف. ايش حنسوي هسه؟ عندنا النقطة الأولى قلنا ذن البوينتات راحن، فصارت الخمسة، الخمسة متحددة. النقطة الثانية جيد 8. تمام، فمن الخمسة نحسب جيد، هسه هذه 10 عندنا. تمام، نرجع مربعين بس ونخلي 8 يعني هي محددة. هسه هذه عندنا النقطة 10، نحسب مربعين، نرجع جيد نقلع عندنا مربعين صغار هنا وتصير 8. تمام، هنا ال 15، ال 15 عندنا متحدد، او العفو الواحد اللي هو العشرة نفسه هنا. تمام، العشرة متحدد هذه النقطة مالته. ال 15 كذلك هم محددة، وال 20 هم محددة. عندنا 25 ما عندنا هنا، فايش عندنا؟ عندنا 24. جد نرجع مربع واحد صغير. تمام، هذا هنا راح يكون او 20 24، هذا التحديد مالته. تمام، هسه صارت هيجي النقاط وال30 محدده. فاحنا يعني حسب اللي قلنا نسوي تسلسل واحد
ومثلا عندنا ارقام يعني تكون مو بالتسلسل، لا هاي نحسب مثلا جيت نقلل، عندنا 8 نقلل مربعين لان احنا ماخذين مربع واحد مثلا، يعني ما عبرنا مربعين مربعين، لا مربع واحد حتى تصير اسهل عليكم. تمام، مثلا عندنا 14 مكان ال 15، عندنا مثلا 0.14 او 14 بالالف، فنجي احنا عندنا محددين تسلسل 15، جينا نرجع مربع واحد مثلا عندنا 13، لا نرجع ثلاث مربعات او مربعين. تمام، عندنا مثلا 21 نروح على 25، ايش قلت هذه 25 نرجع اربع مربعات. تمام، وهكذا يعني هسه نطبق مباشره بس نحدد النقاط. عندنا هذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه هذه، وهذه راجع مربع ما له علاقه بالعشره. النقطه الثالثه هنا على 10، النقطه الرابعه ال 15 وينها؟ ويا الأربعة. العشرين. والأربعة وعشرين. والثلاثين يا أخي واحدة هنا. تمام؟ طبعاً جت هيجي النقاط عادي ما في إشكال. هي الدكتورة قالت حتى إذا ما يجين، بس أهم شيء إنه نص النقاط أو ثلاث أرباع النقاط تكون داخلة على الخط. تمام؟ فهذا هيجي يعني نرسم الخط بالنص. هذا الرسم مالته. هسه نجي ننزل النقاط، مثلا يا نقطة الريتا، الريتا من ال 24 مثلا أي نقطة هي مثلا هذه، خل أحددها منه. تمام، الخمسة والثلاثة ومن هنا جتي على جيت على 20 وال وين هالنقطة؟ وعلى 10. تمام، خلينا نحددها عم التية خمسة وهنا جيت عدتي على 20. وبعد ايش عندنا؟ عندنا ال 3 وال 10. تمام؟ هسه نجي نطلع الاسلوب مالته. خليني اكتب لي جوا. الاسلوب قلنا يساوينا الواي على الاكس، تمام؟ دلتا واي على دلتا اكس. فهسه ايش عندنا بالواي؟ عندنا خمسة وعندنا الثلاثة النقاط، فصير خمسة ناقصين ثلاثة، بس ما ننسى هذه في عشرة أس سالب اثنين. هسه نعوفها، نجي على النقطة الثانية، جيت عندنا العشرين والعشرة، عشرين ناقصين عشرة ونضربها في عشرة أس سالب ثلاثة. تمام، وهسه نجي نطبق مباشرة يعني ان 5 ناقص 3 يساوي لنا 2، وهنا 20 ناقص همتين تبقى 10 في 10 والسالب 2. هذا البوينت ويا صفر من هنا حيصير في 10 والسالب 2. تمام، هذه تروح هي هذه وتبقى 2 على 1 ويساوي لنا 2. طلع الاسلوب الوحده ما تقلنا حسب القياس اللي عندنا. تمام، بس هاي تحديد النقاط بشكل عام، اذا جابت لنا يعني رسم بياني هيجي تحدد النقاط، وان شاء الله تكون واضحه لان هي مو صعبه ابدا.